هنا كانت وجبة الإفطار الأخيرة للأمين العام للمجلس المحلي لمديرية المنصورة أحمد صالح الحيدري ونجله في هذا المطعم الشعبي بمنطقة حي ريمي. أثناء تناولهم وجبة الإفطار أنهى مسلحون مجهولو الهوية حياتهم دفعة واحدة ليتمكنوا بعدها من الفرار. ليست جديدة تلك الأخبار الواردة من عدن، ففي هذه المدينة تتشابه عمليات الاغتيال وتختلف الأسماء فقط، أما مكان هذه العمليات فغالبا مديرية المنصورة. تزامنت الحادثة مع لقاء عقده محافظ عدن عيدروس الزبيدي مع قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومدراء المديريات، أكد فيه إن العمليات الأمنية متواصلة لضبط الأمن والاستقرار في المدينة، فعدن تشهد توافقا بين كافة القطاعات المجتمعية والسياسية حد قوله. وإن شاء الله بتكاتفنا جميعا سنستمر ونثبت الخطة الأمنية ونبدأ بإعادة الإعمار، وستتحول منطقة محافظة عدن إلى منطقة اقتصادية ومنطقة حرة كما كانت بالتاريخ إن شاء الله تعالى. مكافحة الإرهاب كان هذا هو العنوان البارز لهذا اللقاء، رسائل قوية وجهت من خلاله، مفادها أن السلطة المحلية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار عدن. لكن يبدو أن هذه الرسائل لا تصل حتى الآن على الأقل إلى أولئك المخربين الذين يهددون استقرار محافظة عدن، وما تزال السلطة المحلية بحاجة لتحركات أكثر على الأرض لإنهاء حالة العنف والاغتيالات التي تتم في وضح النهار بالرغم من الانتشار الأمني في شوارع المدينة.